يحكى أن حنيناً كان إسكافياً يصنع الخفاف ويبيعها للناس دائماً بلا خلاف. ذات يوم جاءه عربي ليشتري منه خفين ويكمل بهما الزي. عرض عليه حنين ثمناً لكن الرجل رفض السعر علناً. وبعد نقاش طويل وحاد شد العربي الرحالة وإلى دياره عاد. غضب حنين، رفض الاستسلام وقرر الانتقام. على درب عودة الزبون نصب حنين فخاً مجنون. وضع الخفين في مكانين متباعدين. مر العربي بالخف الأول فنزل عن جمله وبدأ يتجول. خسارة، لن يفيدني الخف وحده، أردف قائلاً وسار تاركاً المكان عنده. مشى قليلاً فوصل إلى الثاني، تعجب وقال يا ليتني كنت أناني، أخذت الخفين وحققت الأماني. فكر العربي ترك الجمل والعودة إلى الخف الأول بلا كلل، وهكذا فعل. في هذه الأثناء كان حنين يراقب من بعيد بلا عناء. استغل الفرصة، أخذ الجمل وانسحب على عجل. عاد العربي على الأثر لكنه لم يجد لحمله أثر. رجع إلى قبيلته جاراً أذيال الخيبة، مشياً على قدميه تنتابه الريبة. سخر الناس منه بعدما خاب مسعاه، ومن شدة ذهوله بالقول فاه، وأخبرهم عن أغرب ما رأته العين بعدما خسر جمله وعاد بخفي حنين.